واحنا قلنا ان عندي 6 مستويات هي اللي على اساسها هصيغ الاهداف المعرفيه الخاصه بالمقرر بتاعي، وقلنا ان في مستويات دنيا ومستويات عليا. طب ما تيجي ناخد مثال كده بالترتيب على كل نوع او كل مستوى من الاهداف عشان يكون عندك القدره ان انت تتخيلي ازاي تصيغي الاهداف، لان الحقيقه الاهداف دي هو اول ملف احنا هنرفعه على النظام بتاعنا. طيب بصيغ طبعا الاهداف بتاعتي لازم احط في اعتباري الفئه المستهدفه اللي احنا اتكلمنا عليها او المرحله العمريه اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، يعني لما انا اصيغ الهدف لطفل في كي جي غير ابتدائي غير اولى غير ثانيه غير ثالثه غير المرحله الاعداديه غير ثانوي غير الجامعه غير طالبات الدراسات او طلاب الدراسات العليا وهكذا. نفس الحكايه لازم احط في دماغي الهدف العام اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو تنميه الايه المعرفه، في ضوء الهدف العام بصيغ الاهداف السلوكيه او الاجرائيه. فدي نقطه مهمه جدا او شرطين مهمين جدا لصياغه الاهداف السلوكيه، الجمهور المستهدف والهدف العام للمقرر. تعالوا ناخد امثله على الاهداف. اولا بكتب بنفس الصياغه دي، لازم حضرتك في البدايه تكتبي ان ينبغي بنهايه الدرس الاول ان تكون الطالبه او الطالب او التلميذ حسب المرحله العمريه قادر على ان، تمام؟ ان ايه بقى؟ لما انا اقول اول حاجه ان تذكر 2 من مفاهيم التصميم التعليمي. لو انا قلت تذكر اهو احنا هنمشي بنفس الترتيب، يبقى ده على مستوى ايه؟ على مستوى التذكر، تمام؟ طيب لما اقول ان تفهم دور المصمم التعليمي في العمليه التعليميه، يبقى تفهم هنا يبقى انا رجعت لايه؟ لمستوى ها؟ الثاني وهو مستوى الايه؟ الفهم. شوف انا ماشيه اهو بالترتيب، بديكم امثله بالترتيب، خدنا الاول للتذكر وخدنا بعد كده على مستوى الفهم. طيب تعالوا ناخد النوع الثالث اللي هو ان تستنبط اهميه التصميم التعليمي. ان تستنبط هنا انا نطيت شويه، لكن احنا لو عايزين نمشي بنفس الترتيب ممكن نقول ناخد الهدف ده، ان تطبق النموذج العام على تصميم احد الدروس في مجال. انا حبيت انا الحقيقه اجيب لكم مثال من الموضوع اللي احنا خدناه اللي هو موضوع التصميم التعليمي عشان تبقوا يعني حتى فاهمين الصياغه بتاعه الاهداف وازاي تندرج او تندمج مع المحتوى بتاعنا. فلما اقول ان تطبق النموذج العام على تصميم احد الدروس فده واضح ها ان هو على مستوى الايه؟ التطبيق، يعني تقدر تجيب لي درس في مجالها علوم ولا انجليزي ولا لغه ولا اي حاجه وتعمل لي درس باستخدام النموذج اي دي او النموذج العام للتصميم التعليمي. طيب لما اقول ان تحدد اهداف التصميم التعليمي، تحدد هنا بقصد بيه اي مستوى؟ ارجع لكم تاني للمستويات، بقصد هنا مستوى الرابع اللي هو مستوى التحليل. هنا بتحدد، فاذا هي بتحلل وبناء عليه بتبتدي ايه؟ تحدد. واخيرا زي ما قلت لكم اللي هو ان تستنبط اهميه التصميم التعليمي. تستنبط هنا يعني يروح على مستوى ايه؟ تستنبط هنا على مستوى التركيز، ان هي عملت تحليل ويبين ليها بعد كده مستوى الايه؟ التركيز. طبعا على مستوى التقييم ممكن نصيغ هدف برضو ان تقوم الطالبه مثلا دور المصمم التعليمي وهكذا. يبقى اذا حضرتك ممكن ليك تصيغها. تقولي طيب الاهداف اللي حضرتك صيغتيها دي ملاحظه ان هي بيبقى ليها شكل معين، لو حرف كلمه ان دي لازم ويبقى بعدها في فعل مضارع، تمام؟ وبعدين بتذكري النقطه اللي انت عايزه تقيسي فيها المحتوى بالظبط، ولو في معيار بتحطيه. يعني لما اقول هنا ان تذكر 2 من مفاهيم التصميم التعليمي، يبقى معنى كده ان انا لو طلبت من الطالبه في نهايه الدرس تذكر لي 2 من مفاهيم التصميم التعليمي وذكرت لي واحد بقى فقط، يبقى معنى كده ان هذا الهدف لايه؟ لم يتحقق، تمام؟ وهكذا. يبقى اذا انا ببني الاسئله بتاعتي في ضوء الايه؟ الاهداف، يعني انا بقوم كمان في ضوء الايه؟ في ضوء الاهداف. فدي بمنتهى البساطه تقولي طب الافعال المضارع دي ازاي اقدر اختارها؟ بمنتهى البساطه جدا انا عندي كثير من صيغ الافعال المضارعه اللي هي او في الفعل المضارع ممكن تكون متوفره لي اذا انا حبيت اصيغ على مستوى التذكر، يعني اقول ان تعرف، ان تذكر، ان تعرف، تمام؟ في امثله كثيره جدا عن اللي هو ازاي اصيغ على مستوى التذكر. لما اقول ان تفهم ممكن اقول ان تفهم، ان تشرح، ان توضح، تمام؟ وفي مزيد ومزيد من الايه؟ من الافعال الكثيره جدا زي ما قلنا احنا بنشرح الكلام ده بالتفصيل في كورس ايه؟ خاص بطرق التدريس والمناهج. لما اقول ان تستنبط، طيب ان تستنبط دوت قلنا معناها ايه؟ معناها ان هي بتعمل نوع من التركيب.
في افعال كثيره جدا ممكن استخدمها غير تستنبط، غير مثلا ان تكون، ان تجمع، كل ده بتعمل ايه؟ بتستنبط او بتركب حاجه مع بعضها. لما اقول ان تحدد اللي احنا اتفقنا عليه ان هو في مستوى التحليل، تمام، يبقى انا ممكن اقول ان تحدد، ممكن اقول ان تحلل، مش كده؟ في صيغ كتيره جدا جدا وممكن حضراتكم بمنتهى البساطه تحصلوا عليها من اي كتب من كتب المناهج، وتختاري صيغه الفعل المضارع اللي يتفق مع ايه؟ مع الموضوع بتاعك او مع الهدف بتاعك. وطبعا ان تطبق النموذج العام او ان تصمم، شوفوا انا بختار صيغه الفعل بما يتفق مع المحتوى ايه بتاعي. كده حضرتك تقدري تصيغي على المحتوى بتاعك جميع انواع الاهداف ومستوياتها في المجال المعرفي. خدنا امثله هو على التذكر، على الفهم، على التطبيق اللي هو ان تطبق، تمام، وخدنا مثال على التحليل، وخدنا مثال على التركيب، وقلنا التقويم ممكن ان ايه؟ ان تقوم او ان تقيم، تمام، دور المصمم التعليمي. طيب يبقى احنا كده صيغنا امثله على مستوى الاهداف. تقدري حضرتك بنهايه هذه الخطوه تحطي الاهداف بتاعتك او تصغيها بعد ما حددتي الجمهور، وبعد ما حددتي المستوى بتاعك اللي انت بتخاطبيه او الجمهور بتاعك، وبعد ما حددتي الموضوع بتاعك تقدري تحددي الامثله بتاعتك على الاهداف او تضعي مجموعه من الاهداف كامثله على حتى درس واحد. طيب بما ان انا حددت الاهداف فاقدر احدد المحتوى التعليمي. هتقولي طب انت ازاي حددتي الاهداف وبعدين المحتوى؟ انا النموذج بتاعي اللي انا ماشي عليه بيقول كده، النموذج اللي انا اخترته بيقول ان انا بحدد الاهداف قبل المحتوى. هتقولي لا والله انا هختار نموذج، النموذج بتاعي ده بيحدد المحتوى التعليمي قبل الهدف. يعني انا كمعلمه ممكن اقول ان انا هوضح للولاد او للبنات او التلاميذ بكره هشرح لهم موضوع الفلاني في كذا وكذا وكذا النقاط التعليميه، وبعدين احط الاهداف، مش غلط ابدا، ولكن اختلاف الخطوات تبع لاختلاف النموذج اللي حضرتك ايه بتتبعيه. فانا حددت الاهداف تبع النموذج بتاعي الاول، وبعدين في ضوء الاهداف حطيت المحتوى. حضرتك ممكن تعملي العكس تبع للنموذج بتاعك، تحددي المحتوى وبعدين تضعي الايه؟ تضعي